صباح لاباس. اليوم راك معنا تحتفل في الذكرى 60 تاع الاستقلال، واش تقول لنا على الفرحه تاعك وانت تدرس كبير؟ الحمد لله غايه ناشطه الحياه. وراك فرحان؟ فرحان الحمد لله. وذكروك بالاستعمار، يعني مي كنا في الاستعمار ذكروك. ها؟ كنا مسافرين ذكري. اليوم الحمد لله. ها؟ كنا غايه بلادنا زينه. الله يبارك. واش تقول لهذا الشباب تاع اليوم؟ نقول الله ينصره. اللهم امين.